تعليقات سريعه طبعا من كريم واحمد. كابتن محمد عادل يعني شبه زميلنا المعلق ايمن الكاشف قوي، دي اول نقطه طبعا. أيوة. بفتكر الاثنين مع بعض على طول لما يجي اسم حد منهم. يبقى بكره اللي هيعلق الكابتن ايمن. ممكن هو دايما بتمشي بتفهمش ليه كابتن محمد الكاشف. صح، هو الكابتن ايمن عادل. كابتن محمد عادل يعني ما اعتقد ان النادي الاهلي لعب معاه حوالي 9 مباريات، كسب 7 تعادل 2 اعتقد. نتمنى على مستوى شخصي ان الفتره اللي جايه ما فيش فعلا مساحه لاي اخطاء تحكيميه او اي ظروف تبقى خارجه عن اطار، لان خلاص احنا شفنا خلاص يعني رجعنا للمعترك المحلي والمنافسه شديده جدا 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 جدا، وبالتالي كل الفرق محتاجه العدل التام، واحنا معانا الفار